هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. للحين المؤتمرين ما شاء الله تبارك الله لهم أسبوعين يحتفشوا، أنا نازل ويا عشرة شلوا 20، وأخبار الهلس حقهم، مؤتمر بني قرنبع قاهزونا، مؤتمرين دمار يتحدونا في الحجد، مؤتمرين بلاد الروس خلاص بيقرعوا منتظرين يوم 24، مش قادرين يصبروا مش قادرين وفاتحين السنيدر. ليتي والله ولي أنت ثواني، ليت والله هو الأيام ثواني بس للنزلة، أما الرواتب لهم منها 11 شهر مشغلين لها، شصبر عليك لو ما يحن قلبك. خلاص يا حماع البرميل اقتنعوا بكلامك، استثناءات وسدوها بعيد. فالشعر اليمني لا يعتمد على الرواتب ويعتمد على ذاته، والرواتب يتأتي استثناءات لو بذلوا نص الهمة هذه في البحث عن الرواتب انهم في بيوتهم لا نزلة ولا هدرة، ولو كانوا بعقولهم قبل ما يوهدر بهم المخلوع ما قابلوا الانقلاب اصلا على دوله كانت بيدهم. عادوا افتهم لكم يا نازلين، عادكم صحيتوا انكم حزب وما كانش ينفع تتعاونوا مع ميليشيا وتبتسوا لها، ما كانش ينفع تسلموا الجيش والامن والبلاد وتحولوا الى نازلين بعد ما زلق ابو الليم. لا عاد دوله ولا بنك ولا رواتب، ما عاد الا ابو ملعقه يسمح او يمكن يغير رايه ويمنع تجمعكم بالسبعين في اي لحظه. جاي يقول لي يا نازل لو عاد كان نزلت تدور راتبك بنقول ها، مش نازل تدور راتب الزعيم وعادك بتتحمل صوره الحمار فوق نفوخك، الجماعه لفلفوا ما فوقك وما تحتك وانت مقشنين بالسبعين على اساس انه اللي ما هذا الطريق قدام الحوثيين كانوا من الموزمبيق ما همش المحتمر. ان شاء الله تنزلوا لما تخزق الكره الارضيه لما انتهت وتطلع من الصين كذا، تنزل وتطلع خليه ينفعك وانا عاد بهديكم هذه الاغنيه. ما نزلتك بير العزب بين الشموس الحاميه، الا ولك ما قضى غرب ولا بنيه حالي، قالوا طيار يمني محترم في سلاح القوة اليمني اللي كان بعد انقطاع الرواتب وإحلال الميليشيا لعناصرها يتحول إلى بياع غاز. تحية لهذا البطل اللي أكبروا الانقلاب على البحث على اللقمة الشريفة لعائلته، يعني كل شيء في زمن القراف والعنا والحراف الميليشاوي يطلع شقح، المتبردقين يرقعوا طيارين والطيارين الحقيقيين يرقعوا يقوتوا طيارات بلا طيار، وقلنا تمام بيشتروا من 30,000 وماله، إنما يا صمات تطلع تمثل في الوديان إنك تخرج طياري خريط بلا طيارات، تدربوا في الحيمة والطيارين الحقيقيين بلا رواتب، وعادوا كمان تهنقبوا فوقهم. ليش يطلبوا الله على عيالهم؟ ليش يصوروهم الناس ويتكلموا عن مأساتهم؟ صمات وجه زي البلاط لا يخجل ولا يعرق ولا يستحي. قالوا صرفوا الوزراء حكومة حزياز بن حبتون من 30 لبنان بصنعاء، هنا بس على ايش؟
سيارات وأراضي ومستحقات على إيش؟ كذا مكافآت نفض البنك المركزي، مكافآت الكوليرا، مكافأة تقويع 1,200,000 موظف. شفتوا كيف يا نازلين؟ أنزلوا باركوا الحسن زيد، الصانو جنب الصانو، والموظف يوخر قليل. قالوا في عدن تمت عملية تصفية مدير أمن من قبل الأمن وهو راقد بفندق. إيش ده؟ يعني المجرمين يفلتوا واللي اقتحموا البنك يفلتوا ومدير الأمن ينقتل. طيب كان قبضتوا عليه لو في شيء مش كذا على طول قتل؟ في حول مش طبيعي في الموضوع. قالوا إن حما علي الحوثي قال لوكالة سبأهم إنه الخيار الأمثل لتجنيب البلاد الخراب هو التداول السلمي للسلطة. هي سمعت يا صمات؟ رجع لليد الخرقة، هيا مكنك مرة وانت قمت تتمدد. البرميل فلتوها الخلق بعد ما سلمها لك. حتى أبو بارعة قد بيشتغلوا ليل نهار بصفحته. داول السلطة بينكم زي المداعة، قرر للثانية. عيب عيب قبل ما يفلتوا عب عظيم والكل. وطبعا الصمات مدعمم وقام يرسل تهاني للكونغو وبلاد جديدة عجيبة. أتحدى أي إنسان على كوكب الأرض قد سمع فيه به. اسمها لينختشتاين. لينختشتاين زي كده. يا برميل تعال تعال أقرب أقول لك شي. شوف الصمات يصب لك. اللينختشتاين هذه مخصوصة لك وببرقية. بأشوف إذا سكت للزنبيل وعديتها ما عند أبو برعة والمهدر يحق يشمتوا بك الشمات. سنتين واليمن تعيش فوق مرقيحة مدرها مخبوطة مرة فوق ومرة تحت وهكذا. حتى اللي حللوا الأوضاع من غير اليمنيين معاهم يتمردهوا. وهذا يا تقفاز، والتقفاز هذا عدوى زي الكوليرا. معنا 2 محللين من الجيران، نصيحتي لهم نقنسهم عندنا، والزعيم يعقبوا اللي ما همش على بر، لأنه بصراحة كل يوم لهم خبر يتمغنطوا سريع بالتلامس كذا. كل يوم هو في قناة وكل يوم معه خبر وقناعة، وكأن حنا ناقصينهم. قد عفاش كفى ووفى وزيادة، مرة ضد العدوان ومرة يدعو الشقيقة الكبرى، ومرة هو مستعد للسلام، ومرة يقول لا أنا بس حليف للحوثيين والقرار بيدهم. نبدأ بآل مرعي ومن تعز اللي صارت أم المعضلات من 3 سنوات، ولا في حد قدر يبلعها من زور. ونشوف الأخ العقيد المتقاعد وعاده بحسه الأول السمرة. أعتقد أن التحالف مطالب بتقديم دعم آليات ومدرعات، ولم يعد يكفي تقديم الأسلحة والذخيرة. الآليات والمدرعات التي تم إبرارها في عدن وبعد تحرير لحج يجب أن يصل جزء منها لدعم المقاومة في تعز، ولم تصل حتى الآن. وحتى الآن من 2 سنين ما وصلت. في حبة أو 2 جابوهم لأبو العباس، خد بيبيع فوقهم آيس كريم ومشبك واشتباكات بشارع جمال. إلى هنا كنا متفقين يا سيادة العقيد اللي تقاعد. بينه وبينكم القاعدة أحيانا ما تكونش مريحة، فالإنسان يحاول يغير قاعدته. ها المقاومة حصلت على كافة الأسلحة التي تحتاجها باعتراف منو اللي اعترف لك؟ طبعا ما فيش وقت، أمس طالب بالدعم واليوم الثاني بيقول إن المقاومة حصلت على كافة الأسلحة اللي تحتاجها. أرسلوها واتس. كويس إنه ما تهورش وقالوا إنه سلمت عز حاملة طائرات. فين حاطين المغناطيس اللي يخليك تتمغنط سريع يا مرعي؟ وبتكون زي قطعة الشطرنج في القاعدة حقها، إن ما جلس سبط. نحن نقول يا سيدي الكريم أن تعز خذلت من أبنائها. يا أخي فيصل، في 15 نوفمبر عقد اجتماع في عدن لتحرير ووضع خطة لتحرير تعز، وسلمت الأموال الكافية لتحرير وإعمار تعز. أيوة، قال لك تعز خذلوها أبنائها، خذلوها وراحوا يلعبوا بالقذائف فوق رؤوسهم هم وعيالهم
ويموتوا ويفلتوها. قال لك أول أنه لازم يبعدوا الحسابات السياسية في موضوع تحرير تعز، وكان كلام جميل، بس اتمغنط الرجال قليل وهب نقود الحسابات السياسية قدها مالية وسلموا أموال كافية لتحرير وعمار تعز. أيوة قال لك كذا، جابوا فلوس لعمارها، حد يسلم فلوس لعمار قبل التحرير؟ ما فيش هذا الكلام إلا عند المحلل المرعي. التحالف كان مستعجل، سلم لهم أسلحة كافية وزاد قال لهم هذه الصرفة وهذه تصلعوا فيه بالمدينة، خاطركم أنا بروح أحق. وين دراس؟ قلت لكم التقفاز والاستسهال عدوى عابرة للحدود، ما تدري من وين تلفلفها، من داخل ولا من خارج. العفشنة وباء الظاهر كان يرسلوه مع الباليستيات لهناك. شوفوا مثلا النسخة الأصلية من التقفاز. الذي بيقاتلوا في تعز إرهاب، كلهم دواعش. لحظة بس شوفوا كيف كان يقول على تعز في بداية الحرب. أبناء محافظة تعز الأبية، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. هذه هي المحافظة الوفية والذي تعودنا منها كل الخير. أيوة هكذا كان يقول بداية الحرب، تعز البطلة الوفية، تعز الثقافة. أنا بس أصلي عشان تقرب لي، ماشي ولا أسهل من قلة الحياة. بالقناصات دقهم دقهم بالميتس دقهم بكل أنواع الأسلحة، أحرقوهم. شفتم على قلبه كيف؟ فيسا دقوهم أحرقوهم، هذا هو أصل داء التقفاز. وانتقل للجيران، نطلع فاصل ونرجع لتحليل المحللين. حيا بكم ومرحب. نرجع للمحلل المتقاعد كعينة لبحثنا الميداني أيها الأخوة. طبعا المحلل المرعي ما قدرش يحل مشكلته مع تعز، كثرت عليها المغنطة وزاد الماء على الطحين، رجع يقسم البرعي مطاعم. جزء مع المقاومة الشريفة الباسلة من أبناء تعز، هؤلاء المقاومة لا يتجاوزون 5% من سكان تعز، هنا تكمن المشكلة. نعم. هناك جزء من أبناء تعز صالحيون، هم صالحيون. نعم. هم يتبعون لصالح، ولذلك نحن نقول أن هؤلاء يمثلون ما يقارب 25%، وهناك من أبناء تعز من يحاربون مع الحوثي، أنا أقول أنهم لا يقلون من 20 إلى 25%، 45 صامتة. شفتم على إعجاز؟ صدقون أنه هذا الراجل كوارثه أكبر من أخطاء الطيران حق التحالف، يعني طلعت المقاومة إلا بس 5% بس والباقي صامت ومع عفاش والحوثي. طيب يعني على كذا بيقول أي متابع حصيف أنتم تقفون ضد الأكثرية، وهذا يعني أنه لا مشروعية لتدخلكم من أصله. ورطة بخرطة يا متقاعد، عرفت أنا الآن ليش قاعدوك بدري ونذقوك لافوق المشاهدين. الحرب هذه كشفت لنا محللين وعلماء فطاحلة، أصلاً عفاش والحوثي لما يخصفوا تعز عشوائياً هم يخصفون لا 5% بس اللي قال عنهم مرعي. نفسي أعرف الراجل هذا متى راح تعز وعمل الاستبيان هذا، ومتى قسم هذه النسب ووزعها، فين كان يرعي مرعي هذا؟ الظاهر المشكلة هي بقدرته على المغنطة، يعني محلل حسب توجه القناة تحت الطلب تلاقي يصفخ تحليل عادو حامي زي الرشوش، ولا تقول إلا أتقاعد بمخبازة شميري. إيش رأيك تسيب التحليل وتقدم لك برنامج ما يطلبه المستمعون؟ الروح القتالية غائبة عن تعز، وكانت حاضرة في جميع المحافظات التي حررت بما فيها، لا لكي لا أركز على المحافظات الجنوبية، بما فيها مأرب. ترى أنه بالأخير تعز اللي محاصرها 13 لواء وما قدرش يخضعها وهم بسلاح شخصي، طلعت بالنهاية أنه ما عندهاش روح قتالية زي الباقي. بس صاحبنا مرعي ما قلناش ليش الروح القتالية في مأرب وصلت لصرواح وغرست، ليش وصلت لنهم وطفيت، ليش وصلت لدمت وتشعلكت، كل هذه المناطق ما فيهاش روح قتالية، خلص عليها الشحن. البيضاء رجال مقاتلين فيها وعندهم روح قتالية، سايبيهم بدون دعم ليش؟ باقي واحد ثاني برضو ضابط متقاعد بس قعدته مش ضابطة قليل. الآن نأتي إلى تعز،
مع احترامنا وتقديرنا حقيقة للمواطنين ومعاناتهم، لكن الناس المسؤولين على القرار وعلى المقاومة وعلى هذا ناس ليس لديهم النية في القتال. تعز لو يبون يحررونها من زمان تحررت. والله يا جماعة طلعت تعز المحاصرة دي ولا معادلة نسبية ولا فيزياء ولا كيمياء ولا شروحات، طلع انهم ما عندهم نية للقتال، وهذاك يقول ما بشروح قتالية. المهم كل واحد يفتي وينظر، ولازم تسوون ولازم تفعلون. ايه والله رماه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. بس الواضح انه تعز ما انتقضتش من قناة ابو ظبي ولا من ضيوفها، عاملة صداع لاصحاب الزغاطيط ومشاريع الكشكات. تعالوا شوفوا ما يقوله أنور عشقي، ضابط الاستخبارات السعودي السابق المتقاعد ورئيس مركز دراسات استراتيجية حاليا. لا أكون قد أفشيت سرا، فالحوثيون قد وعدوا الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم سيضربون الإرهاب، ولكنهم وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أنهم خذلوهم وذهبوا إلى صنعاء واحتلوها، لهذا الولايات المتحدة الأمريكية غضبة. أيضا خذلوا طبعا دولة من دول مجلس التعاون، وأنهم سوف يضربون فئة معينة في اليمن ولم يقوموا بذلك، بل أخذوا الأموال الطائلة. يا سلام، كذا على بلاطة ومن الآخر ومن ضابط ومتقاعد زيهم وأكبر. هذا قاعدته دولية من واشنطن لا تل أبيب، ما في صفات، مش قناة أبو ظبي قال لك قناة التيت، ويجي ذولك قال لك ما بشروح قتالية. افتهم لكم فين الوقع بالضبط؟ ما قد طابت نفوسهم إلا يخربوا البلاد من الطرف إلى الطرف. أصلاً هم عندهم شبق سواحل وموانئ، ولو يقدروا يرموا بتعز للبحر يتخلصوا من صداعها كان رموها. جابوا الحوثي ببياس بفلوس واعطوا أكثر من مليار دولار يدخل صنعاء وهو على الشغلة باب المندب. هم زعلانين إن الحوثي خرج عن السكة، ومساكين حامبين ما لقوش الروح القتالية في تعز. عشان إيش؟ عشان يحللوا البياس اللي لهفها عليهم الحوثي، أو عشان يرجعوا الحوثي السكة؟ دخلوا هالبلاد باثنين مليار دولار ويشتوا تعيش تخرجوا لهم بالشباشب، وعادهم مستكثرين عليها. أما عاد لما يتجه المتقاعدون جنوبا فيا خفي الألطاف. بس أنا أعتقد أن للجنوب وأجزم بذلك حق تقرير المصير، ويجب أن يكون هناك استفتاء، وأنا أقول أن الاستفتاء يجب أن يكون يوم 7/7، وهذا تاريخ يذكرونه كثيرا. هذا التاريخ ماذا يعني؟ تاريخ مؤلم، هذا تاريخ احتلال الجنوب. ارحم يا مرعي باعوم، هلا خف علينا يا سعادة العقيد المتقاعد. ليش تحشن خرطك بالمشاكل الداخلية؟ احنا يمنيين بنسد ويجب ويجب ويجب. والله النقطه واجب انك تسكت. قال احتلال قال، ورفض هبوط طيارة تحمل الفلوس المطبوعة من روسيا الى مطار عدن 13 مرة، ايش تسميه ذا؟ هابي كريسمس. اعتقال وزراء ومدراء امن وحتى قتل ضباط وتصفيتهم، ايش نقول عليه؟ كذبة اغسطس. والسجون السرية ايش يقول عليها الناس؟ ديزني لاند. جيبوا لنا حد من جنبه فاهم يا عالم. ما الذي حصل؟ من يقول الإمارات تقاتل معنا غير صحيح. الإمارات هي اللي دفعت الحوثيين مليار دولار واتفقت مع علي عبد الله الصالح ليقوموا بالانقلاب، وكان الهدف ان حزب الإصلاح يواجههم ويحربوه زي ما حرب كل الاخوان في مصر. حزب الإصلاح تعلم الدرس، انسحب وترك الجبهات، تورط الجميع ووصلوا العدل. من المتضرر؟ السعودية. هذا مواطن سعودي بيتكلم بلسان الناس وطبيعي جدا، ما عندوش نظارة زي مرعي، ولا هو محلل ولا عقيد متقاعد، وغير قابل للمغنطة. نرجع نشوف كيف يتمغنط المحلل في القنوات. هذا قبل أن يتمغنط المحلل. لكن اليمن عنده صواريخ بعيدة المدى، لكن ما هو الثمن الذي سوف يدفع إذا أرسل الصواريخ؟ ولا أشي. ها، لهم سنتين يزاخفوا صواريخ وعادي جدا، يعملوا عروض عسكرية في النهار وبأرض مفتوحة وعادي جدا. ها، استعراض ومناورة بكلها قبل يومين، ولا قال لهم التحالف من كام البرتقال. في مناورة البأس الشديد، أولو البأس هنا يرسمون عزة اليمن ومجده على جبين الدار. قال لك البأس العصيد، ما أدري الشديد.
ولا حد مسهم عادي. المهم نشوف ذات المحلل وذات الموضوع عن الصواريخ بعيدة المدى وكيف اختلب وتمغلب. الصاروخ الذي يطلق ليس من ضمن ترسانة اليمن للأسلحة. اللي يقول لك أنه من ضمن ترسانة الأسلحة اليمنية السابقة ليس موجود، لأن هذه المديات لم تكن موجودة لدى القوة اليمنية حتى في عهد يعني علي صالح الرئيس المخلوع، أو حتى في وجود في وقت الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. طيب مين نصدق؟ مش قلت أول أنه اليمن عندها صواريخ بعيدة المدى؟ وحكى لك ضابط برضو، ودالحين تقول لنا ما فيش مع اليمن هذه المديات. وهكذا على هذا التقفاز والخبيط بكل موضوع، تعالوا تشوفوا هذا المغنط سياسيا. أخي بحزب هذا حزب الإصلاح من الأحزاب الخايبة اللي ما خدم حتى اليمن، كان متآمر مع الحوثي ولما راحت مصالحه قلب على الحوثي. يعني والتحالف ده بكله وبطيرانه قاع عشان الحزب الخايب. طيب ليش تأخرتوا؟ بتدقوا من البداية الحوثي والحزب الخايب. قلت لي كان متآمر مع الحوثي الحزب الخايب، الظاهر هو اللي رسل له 2 مليار دولار، وهو اللي كسر جبهة كتاف الأولى حاشد وعمران وا 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 وا. يا جماعة مش بس الصواريخ تكون بعيدة المدى، حتى بعض الخرطات كمان تزغف بعيد. واحد يقول المقاومة هي في تعز 5% وغالبتها مع الحوثي والمخلوع وخذلوا أنفسهم، والثاني يقول المقاومين كلهم أصلاً ما عندهمش روح بزرميطية وكانوا متآمرين مع الحوثي. تحياتنا لكل المحللين الضباط المتقاعدين، بس حبينا نقول لهم يا تضبطوا القاعدة يا تبطلوا التقاعد وترجعوا ضباط وترحموا الشاشات. متقلبين. طيب وبعدين إلى متى؟ أنا أعتقد هذا خطأ، يجب أن نتوقف. يا ريت يا ريت يا حاج، لأنه اليمن فعلا ابتلاها الله بخصوم وحلفاء يشبهوا بعض، مراجيح مرة فوق ومرة تحت، وربنا يجيب العواقب سليمة. خاطركم نشوفكم في حلقة قادمة. Love, love, love.